الشباب غايبين تماما زي ما غايبين في كل المحافل. تمام، نحن غايبين في كل حاجة الشباب، ما بس في المجال بتاع الكتابة. الدولة كان بتحاول تخطنا في تراك معين، أكل شرب نام مات بالتفاصيل، عشان كده المكتبة بتبقى مطعم، عشان كده المكتبة بتبقى صيدلية. فنحن كنا محصورين في الجانب ده. حتى النماذج اللي ممكن تكون مشرقة اثنين أو ثلاثة مثلا، الطلعة ياسين حبيب نورة عنده أكثر من 6 أو 7 إصدارات، مشى القاهرة قدر لقى جهات تحتويه وقدم نفسه للناس بطريقة كويسة جدا، شاب جميل شاب كاتب. لما نيجي راجعة السودان كمنتج بتصادر في معرض الخرطوم.